بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رح أبدأ اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو نراجع الباب الخامس. رح نراجع درس 5-2 و 5-3. رح نبدأ في درس 5-2 اللي هو الدوال الزوجية. طيب، أول حاجة رح نتعرف على دالة كثيرة الحدود. إحنا لو فهمنا دالة كثيرة الحدود باء الدوال رح تكون سهلة علينا. دالة كثيرة الحدود كيف رح نعرف إذا هي كثيرة حدود؟ إذا كان رقم عادي، يعني إذا جاء مثال f of x يساوي 10، فهذه تعتبر كثيرة حدود ونوعها دالة صفرية. ممكن يجي x عادية، يعني x أسها 1 ورقم عادي 3x + 10، إذا هذه كمان تعتبر كثيرة حدود ونوعها دالة خطية. ممكن يكون الx تربيع مثلا زي 5x + 3x + 10، فهذه راح نسميها دالة كثيرة حدود وراح يكون نوعها دالة تربيعية لأنه الأس الأكبر هنا 2. و ممكن كمان الإكس تكون أس 4 أو ممكن تكون أس 5 أو أس 6، يعني أي رقم، تمام؟ بس المهم إنه كثيرة الحدود يكون فيها أرقام عادية أو يكون فيها أرقام عادية مع إكسات، تمام؟ أو كمان ممكن تكون إكس لوحدها. إذن هذه كلها أنواع كثيرة الحدود. مجال كثيرة الحدود راح يكون ثابت اللي هو سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. طيب، متى الدالة ما تكون كثيرة حدود؟ في 4 حالات الدالة ما تكون فيها كثيرة حدود. إذا شفنا الإكس تحت الجذر بهذه الصورة، شفنا الإكس تحت الجذر، فهذه ما راح نسميها كثيرة حدود. يعني مثلا لو هنا في الدالة التكعيبية الإكس هذه كان تحت الجذر، فهنا راح نقول هذه ليست كثيرة حدود. ليش؟ لأنه في جذر على الإكس. أو إذا كان الأس سالب في الإكس، يعني هنا عندنا الإكس وأسه سالب، فهنا أول ما نشوفه في الدالة على طول راح نقول إنها دالة غير كثيرة حدود. أو إذا كان الإكس في المقام، كان عندنا كسر والإكس كان في المقام، فهنا ما رح نسميها دالة كثيرة حدود. أو إذا كان الأس عبارة عن كسر، إذا كان الأس كسر أو كان الأس سالب ما رح نسميها كثيرة حدود. إذا كان جذر إكس أو الإكس في المقام كمان ما رح نسميها كثيرة حدود. إذا هذه هي كثيرة الحدود. بعد كثيرة الحدود رح ننتقل إلى دالة المقياس أو دالة القيمة المطلقة. طيب، قيمة مطلقة أو دالة مقياس يعني لازم يكون فيها رمز القيمة المطلقة اللي هي هذه، تمام؟ داخل رمز القيمة المطلقة لازم يكون في كثيرة حدود. يعني في البداية إحنا عندنا هنا القيمة المطلقة لإكس سالب 4. إذا نحتاج إنه إحنا نتأكد هل هي دالة قيمة مطلقة ولا لا، أول حاجة نشوف اللي داخل القيمة المطلقة هل هو كثيرة حدود ولا لا. إكس سالب 4 كثيرة حدود، بما إنها بين علامات القيمة المطلقة إذا راح تكون دالة مقياس. طيب، تاني مثال هذه عندنا، نشوف اللي داخل القيمة المطلقة هل هو كثيرة حدود ولا لا. x تربيع زائد 5x + 9، هذه كثيرة حدود وبما إنها بين القيمة المطلقة إذا راح تكون دالة مقياس وصح. طيب، ثالث مثال عندنا، نشوف اللي داخل القيمة المطلقة، داخل القيمة المطلقة في جذر x زائد 5. طيب، إحنا أخذنا فوق إنه لو الx كانت تحت الجذر فهذه ما رح تعتبر كثيرة حدود، يعني اللي داخل القيمة المطلقة أصلا مو كثيرة حدود، فعشان كده ما رح نسميها دالة مقياس، هذه ليست دالة مقياس. المجال لدالة المقياس رح يكون موجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية، والمدى رح يكون R موجب، تمام؟
طيب بعد دالة المقياس راح ننتقل إلى الدالة الكسرية. دالة كسرية يعني راح يكون كسر مكون من بسط ومكون من مقام. عشان نتأكد إذا هي دالة كسرية نروح نشوف البسط هل دالة كسرية، ونشوف المقام هل دالة كسرية ولا لا. تمام، لازم البسط والمقام يكونوا عبارة عن كثيرة حدود. طيب نيجي هنا نشوف البسط، هنا الإكس والأس عبارة عن كسر. أخذنا فوق إنه إذا كان أس الإكس عبارة عن كسر فلا تعتبر كثيرة حدود، يعني هنا على طول هنا البسط غير كثيرة حدود فما تعتبر دالة كسرية. طيب نيجي نشوف تاني مثال، نشوف البسط إكس تربيع زائد 5 هذه كثيرة حدود. طيب نشوف المقام 2 إكس زائد 3 هذه كثيرة حدود، بما إنها كسر إذا راح تكون دالة كسرية. تمام، طيب نيجي نشوف آخر واحدة، عندنا بسط وعندنا مقام. لو لاحظنا البسط ما هو كثيرة حدود، هو عبارة عن دالة مقياس، يعني هنا يعتبر جمع دالتين مع بعض، هذه الحاجة غلط. أوكي صح إنه اللي جوا القيمة المطلقة كثيرة حدود صح، لكن هي عبارة عن قيمة مطلقة فما رح نقدر نسميها دالة كسرية. تمام، إذا بما إنه في هنا قيمة مطلقة ما رح نقدر نسميها دالة كسرية، هي عبارة عن اثنين في بعض فهنا ما رح تكون دالة كسرية. تمام، طيب بعدين الدالة الجذرية اللي هي رح ناخد فيها الجذر الفردي فقط، رح يكون مجال الجذر الفردي اللي هو عبارة عن R اللي هي سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. طيب متى نعرف إذا الدالة جذرية ولا لا؟ راح نشوف، طبعا هي عبارة عن جذر، راح نشوف اللي داخل الجذر، لازم اللي داخل الجذر يكون كثيرة حدود. طيب نيجي نشوف هذا الجذر، نشوف اللي داخل الجذر X تربيع زائد X سالب 4 إذا كثيرة حدود، إذا تسمى دالة جذرية. طيب هنا جذر X زائد X والسالب 1، أول حاجة هنا X أسها بسالب فما رح تعتبر كثيرة حدود. ثاني حاجة إنه الجذر مو على كل الدالة، لا على الإكس بس، فهنا في خطأين. تمام، طيب ثالث واحدة عندنا جذر، اللي داخل الجذر نشوف هل هو كثيرة حدود ولا لا، عندنا إكس أس سالب 3، عندنا إكس أسها سالب، إذا اللي داخل الجذر ما هو كثيرة حدود فما تعتبر دالة جذرية. إذا هذه هي مراجعة الدوال الجبرية، دالة جذرية، دالة كسرية، دالة مقياس، والدالة الأم اللي هي دالة كثيرة الحدود. إذا إحنا فهمناها وعرفنا متى يكون كثيرة حدود خلاص راح تسهل علينا باقي الدوال. تمام، طيب بعدين درس 5-3 اللي هو الدوال الزوجية والفردية، عندنا خواص للدوال الزوجية والفردية. طبعا إذا كان أنا رمزت للزوجي برمز الموجب ورمزت للفردي برمز السالب، تمام، فهنا زوجي زائد أو طرح دالة زوجية رح تساوي دالة زوجية، الدالة الفردية جمع أو طرح دالة فردية رح تعطينا دالة فردية، الدالة الفردية جمع أو طرح دالة زوجية رح يكون الجواب لا فردي ولا زوجي. طيب كده انتهينا من الجمع والطرح. الضرب والقسمة، زوجي ضرب أو قسمة زوجي رح يعطينا زوجي، فردي ضرب أو قسمة فردي رح يعطينا زوجي، فردي ضرب أو قسمة زوجي رح يعطينا فردي. طيب متى نعرف إذا هي الدالة زوجية ولا فردية؟ الدالة الزوجية يكون أس الإكس عبارة عن عدد زوجي اللي هو مثلا يكون إكس تربيع أو إكس أس 4 أو إكس أس 6، أو تكون الإكس بين قيمة مطلقة فهذه رح نسميها زوجية، أو يكون عدد صحيح فكمان رح نسميها زوجية.
أما الدالة الفردية فهو بس الإكس يكون أسها فردي، إكس أس واحد، إكس أس ثلاثة، إكس أس خمسة، تمام؟ طيب نيجي هنا ونشوف، حدد هل الدوال زوجية أو فردية. هنيجي هنا نشوف 2x تربيع، هنا x أسها 2 يعني زوجي، زائد العدد الصحيح كمان نسميه زوجي، فهنا صار عندنا زوجي زائد زوجي. فنرجع للخواص، زوجي زائد زوجي راح يعطينا زوجي، إذن الدالة هنا راح تكون زوجية. طيب تاني واحدة، 5x أس واحد، أوكي هنا إكس أس واحد يعني فردي، يعني الدالة فردية. طيب تالت واحدة، إكس زائد واحد، هنا الإكس أسها واحد يعني فردي، زائد العدد الصحيح عرفنا إنه يعني زوجي، فهنا صار عندنا فردي زائد زوجي. فنرجع للخواص، فردي زائد زوجي راح يكون الجواب لا فردي ولا زوجي، إذن هنا راح تكون الدالة غير زوجية وغير فردية. إذن كده نكون راجعنا درس 5-3 اللي هي الدوال الزوجية والفردية، وعرفنا متى نسمي الدالة زوجية ومتى نسميها فردية، تمام؟ إن شاء الله يا رب يكون المراجعة سهلة وجمعت لكم المعلومات اللي ملخبطين فيها. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أكيد تقدروا تسألوني، وفي الفيديو القادم راح نحل أسئلة شاملة للباب الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.